عليكم. اليوم إن شاء الله راكم معنا في US 2023، راح نلعب مقابلة ظريفة ظريفة محلية. راح نشوف شو راح نلعب. اوكي، خليكم معنا لآخر الفيديو، متمشوش بعيد متمشوش بعيد. راح تكون مقابلة جوينة نيوكاستل ضد خطافي، 6 دقايق. يلا خليكم معنا لآخر الفيديو. أقول شيء نراه، إيه هو إنه كيف انتظار جديد السعوديين متقشين على البث. ليلة كبيرة جدا، الأجواء مثالية جدا، كما يقال جو الكورة كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة بقية على الفريقين يقدم أداء ممتعا كبيرا. أنا مصور لوجه شوية أكد لكم مقابلة إذا فاتتك البداية فلا تقلق، لأن المباراة في لحظاتها الأولى. ينطلق إلى الأمام بسرعة، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يحاول أن يلعب كرة بينية. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة. يلا نمشي بالكونترا طاقة العافية. أنا على الشبكة فيت من عقيل القص يا مجد.
كرة للمنطقة الأمامية. لعبت الكرة العالية. الكرة العالية. تحرك بقوة هائلة. يا أشرف الحضاري. انتصار خفيف طريق. يا بينا للشوط. ليتس جو. أكثر من فيرات تضيع فيه تستقبل حدث. هذا العنان يدور عليه ضغط كبير جدا من الدوري. يلا خذ الكرة. الله يستحق. يلا يا عزوك. ضيعت أكثر من 3 هجمات ولا أربعة. الله. كي هذه المقابلة. كان معكم بريزي شونش وفيديو آخر كان بالبوية يحاول أن يلعب كرة بينية. يا
ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكره وتدخل المدافع من باب الامام. أول يونس يلا نمشي بالكونترا طاق العافية أنا على الشبكة فيت من عطيه الباص يا ماشي Let's go. أكثر من فيرات تضيع فيه يجعل تستقبل خلاص هذا الأعلان يدور عليه ضغط
الله الله. يلاه خذ الكرة. يلا يستحق. يلا يا عزوك. ضيعت أكثر من 3 هجمات ولا أربعة. هذه المقابلة كان معكم بريزيشن في فيديو آخر. باي باي.